ننهله من الحكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نستلهم العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نستنبط الأحكام. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقطف من حدائق غناء معاني وأحكام وضياء ونجلي مفاهيم الحياة الدنيا لنرقى ونفوز في الحياة الآخرة ونجتمع سوية على مائدة الرحمن. مائدة الرحمن يأتيكم في الأوقات الآتية.